عطونا تغريدة فيصل. تغريدة فيصل. طيب يقول لك الفيصل بن طلال: الشخص الذي جعل من يراه يدعو لمن رباه، الشخص الذي فرض احترامه على الصغير قبل الكبير في البرنامج وخارجه، نجم جعل من اسمه علامة فارقة في البرنامج، قدم فأبدع فأبهر الجميع بإبداعه، واصل نجاحك وقدم المزيد والمزيد، فجمهورك فخور بك، فالك المراكز الأولى يا نجم. يقول بيض الله وجيههم وابشروا بالسعد وسنواصل، وبإذن الله أن أقدم اللي يرضيكم ويسعدكم بإذن الله، وابشروا بالخير، الخير جاي. شكرا لك. بالتوفيق. في شيء ثاني ما قطع تغريده؟ ما ادري، يمكن نرجع لك نشوف. طيب هذه التغريده اللي بقراها لكم، لكم جميعا يا شباب اسمعوني، هذه التغريده لكم، شغلنا سبيكر يا شباب عشان يسمعونا، هذه التغريده لكم جماعيه، يعني انا بقراها لكم وهي موجهه لكم.